دكتور وائل فراج استاذ السكر وغدد الصماء بجامعه طنطا. كنت عايز اتكلم مع حضرتكم النهارده في نقطه مهمه جدا، ليه مرض السكر منتشر عندنا في مصر، وحمله من 100 مليون صحه اكتشفت زياده مرض السكر عندنا في مصر. دي نتيجه للاسف الشديد ان كتير مننا جدا ما هوش عارف ايه مرض السكر واعراض السكر. للاسف الشديد المريض بيقعد سنه او اتنين عنده سكر ومش عارف، فالاعراض البسيطه بنظم السكر لازم اكون عارفينها. وقبل ما اتكلم في الاعراض، في نقطه مهمه جدا، ايه المريض اللي عنده معدل خطوره لمرض السكر؟ لازم نهتم بالسمنه. السمنه اللي هي في منطقه الوسط غير منطقه الارداف، ان المنطقه دي شديده الخطوره وبتعرض العيان لمرض السكر. نقطه مهمه جدا، الاطفال الصغيرين او اي انسان عنده سمين، معلش في حاجه مهمه جدا، يبص في رقبته، في منطقه في الرقبه بتبقى سمراء، وجودها معناه ان الانسان ده معرض لمرض السكر ومعرض لامراض القلب او شرايين القلب بسيطه جدا. ببساطه شديده جدا، اي انسان عادي كثره التبول وخاصه بالليل يهتم بيها جدا، ده مش طبيعي، ما يقولش ان دي املاح او الدنيا ساقعه. الخسيه لما يبدا يخس بسبب غير معروف، لما يحس ان عنده ارهاق مرهق مش قادر يؤدي واجبه. السيدة الفاضلة اللي عندها التهابات من ناحية النساء، إفرازات أو التهابات، الإنسان العادي اللي يبقى أسنانه تبدأ تتلخلخ أو تعوم أو يبقى تعب في أسنانه، دايما بيبقى فيها لذيذ في اللثة والحاجات دي، دي كلها أعراض أو مقدمات لمرض السكر لازم نبقى عارفين بيها. لأن في معلومة مهمة جدا، مريض السكر من النوع الثاني، أول لما الإنسان بيكتشف السكر في حاجات كتيرة عنده بقالها فترة، يعني في مقدمات خطيرة، فاكتشاف السكر فلازم كمان يهتم انه يشوف عينيه، يشوف رجليه، يبحث عن الكلى، يبحث عن القلب، لديت مقدمات خطيرة لمرض السكر. فالوعي بمرض السكر يحسننا كتير. وفي نقطة مهمة جدا، تجنب حدوث السكر او تأخر حدوثه. ازاي؟ هل السكر يبدأ يمنع؟ نعم، الانسان اللي عنده معرض خطورة زي ما قلنا لحضراتكم، الانسان السمين، الست اللي عندها جلى سكر حمل، او اللي ولدت اطفال عندهم حجم كبير، او مريض ضغط الدم، او مريض ارتفاع الكوليسترول، او العيان اللي او الانسان اللي هو ما بيتحركش، دي كلها مقدمات لمرض السكر. يتجنب حدوثها ان يكشف عن نفسه باستمرار. تاني حاجة العوامل، تنظيم حياته، يبدأ يمشي كل يوم نص ساعة، يبدأ يظبط اكله، يظبط حياته، الحاجات دي كلها تقدر تمنع السكر او تؤجل حدوثه. لان انتشاره الرهيب عندنا في مصر كان نتيجة ان المريض ما عندوش ثقافة السكر، او بيستشفها من اغراض اخرى غير طبيبه الخاص. وشكرا لحضرتك.